والشيء اللي يجب أن يهتموا له في المستقبل تقسيم القدرة. كان هذا فرد واحد من أصدقائنا اليوم كان جاي هنا يقول لبنان 12 سنة حرب، يقول في ليلة واحدة على منطقتنا 1375 قذيفة قذفت في منطقتنا. يقول أنه مع ذلك الزراعة حرة، التجارة حرة، الصناعة حرة، السفر حر، الإقامة حر، البناء حر، مطابع حرة، كتابة حرة. السبب أنه هناك تقسيم قدراتكم، يعني قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، قدرة بيد هؤلاء، متركم يضبطون على الناس. واثناعش سنة يحاربون من إسرائيل يحاربون، لكن أن تقسم قدراتك وكل واحد بيت مكان يسوي شيء. فمن السياسة أن نعرف أنه يجب تقسيم القدرة ولا نؤيد أي قدرة مركزة أبدا. أنا كاتب هذا في كتاب اسمه الترمومتر السياسي. في العراق هو قدرتان؟ صح، لا بأس. ما هو قدرتين؟ صدام قتل، نهب، سفك، دماء وإلى آخره. فلازم من معرفتنا للسياسة توزيع القدرة مهما كان الشخص المتصدي للأمر. وفي الحقيقة الغربيون صنعوا هذا الصنيع، قدرة في قبول قدرة لا أكثر ولا أقل. هو القدرة ما يتمكن أبدا يتحرك، قدرة مقابلة يضربه يفضحه. قدرات، 3 قدرات، 4 قدرات، 5 قدرات، لهذا تشوفون يبدلون كل 4 سنوات من رأس يبدل، ومو بلادهم مهزلة ودائما سباب ودائما محاربة ودائما كذا، بلاد عقلاء. هذا من جملة مواضيع اللي يجب على الإنسان دائما يلاحظه.